الحديث عن طبيب لكل مواطن هو الحديث عن نقلة حضارية ونوعية في مفهوم وأساليب الرعاية الصحية المتكاملة التي أراد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله أن تكون. ووجه سموه في وثيقة 50 توفيرها لكل مواطن إلى جانب كل مقيم، وهذا ما نعمل على تحقيقه نحن في هيئة الصحة في دبي، وهو الهدف الذي حشدنا من أجله جميع الطاقات والخبرات والعقول الطبية المميزة، وسخرنا في سبيله كل الإمكانيات من بنى تحتية وتقنية ووسائل ذكية فائقة المستوى. وإذا كان هدفنا طبيب لكل مواطن، نمثل تحديا مهما لجميع العاملين في هيئة الصحة في دبي، فإننا نعد هذا الهدف وسيلة مهمة لرضا المواطن وسعادة المجتمع، ووسيلة أخرى لترسيخ مكانة دبي كوجهة مثالية للاستشفاء والصحة والحياة.